رأي حضرتك إجماليا في مسابقة الدوري العام السنة دي في مصر؟ في بعض المشاكل الكتيرة، في عدم تنظيم، وزي ما قلت يمكن في الانترو ان كل دوت كلام وبيتقال على السوشيال ميديا، لكن النادي الاهلي دايما عنده تارجت، عنده هدف، وهو الحصول على بطولة الدوري العام. بسم الله الرحمن الرحيم. بداية طبعا زي ما حضرتك تفضلت، النادي الاهلي مش بتاع مهاترات. النادي الاهلي نادي محترف، في مؤسسات، بيشتغل لصالح الكرة المصرية، بيحاول ان هو يمشي بقدر المستطاع في مبادئه وقيمه. هدفه تطوير الكرة المصرية من خلال أبنائه. صحيح. بيمدهم للمنتخبات في كل المجالات، مش كرة قدم بس. عنده هدف وطني، وفي مراحل كتيرة جدا بيجي شوية على فرقه في سبيل المنتخبات الوطنية، وكلنا عارفين كده، وكل واحد عارف، منصف عارف قد إيه التضحيات اللي كانت بتتعمل في فترات، وكان كانت بتبقى في منتهى القسوة انك انت تروح كاس عالم ومعكش 8 من لعيبتك، منتخب اولمبي بيبقى واخد من عندك 7. ف يعني فطبعا كل الامور ديت ما هياش منا، من النادي الاهلي على المنتخب، ده واجب. لكن احيانا بعض الاصوات تبص تلاقي بيحاول يشككك في الحتة دي. صحيح. الحاجة التانية، الموسم ده الحقيقة أنا في حياتي ما شفتش هذا الكم من التجاوزات وبدون حساب. لما نلاقي مثلا لاعب يتجاوز مع حكم، أو مدرب بينزل الملعب والماتش شغال أو يعتدي على حكم ومفيش عقاب، بالعكس ده اللي بيتعاقب النادي الأهلي إنه نزل متأخر في ماتش الداخلية مع إن الحكم هو اللي كان نزل متأخر. لما أخطاء تحكيمية كلها في اتجاه واحد، الجدول اللي المفروض ان هو يتعمل علشان الجدول يبقى منتظم، كلنا عارفين ان الاهلي والزمالك وبيراميدز وفيوتشر بيشتركوا في المسابقات الافريقيه، وبالتالي الماتشات كلها بتتاجل بنظام، ولا النادي الاهلي بيتجامل بنظام؟ لا، بجانب كمان ان النادي الاهلي يعني بجانب البطوله الافريقيه عنده السوبر الافريقي، عنده كاس عالم للانديه، في يعني في اجنده كمان دوليه للنادي الاهلي غير البطوله الافريقيه بشكل او باخر. يعني 3-4 بطولات يا كابتن، حضرتك عارف، الجمهور اللي بيسمعنا دلوقتي عارف. فانا مفروض اللائحه بتقول 3 ايام جوه مصر و4 ايام بره مصر، فالنادي الاهلي ما فيش حد في مصر جامله، ما تجاملش. لا طبعا، كل طبعاً. الانديه خدت الـ 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 الحاجه ديت. والفرق بيننا وبين الزمالك اعتقد مباراه واحده او مباراتين، نتيجه ان هو ما شاركش في 4 بطولات اللي النادي الاهلي اشترك فيها. اكيد اكيد، النقطه ديت هتاخدني الكابتن احمد عادل، وموضوع طبعا المؤجلات الكثيره اللي النادي الاهلي كان عنده وما زال لسه عنده بعض المؤجلات. انا في اعتقادي بتحط ضغط كبير جدا على الاداره الفنيه، على اللعيبه، لان انت المنافس او بيراميدز بشكل كبير ماشي بشكل كويس قوي، فبيكسب مبارياته، فانت بالتالي بتتحط تحت ضغوط ان كل مباراه بالنسبه لك مباراه كؤوس، كل 3 ايام تقريبا او حتى كل يومين، كل 48 ساعة بتلعب مباراة، فمحتاجة شغل مختلف، محتاجة منتاليتي مختلف من اللاعبين، محتاجة اصرار اكتر، لكن صعب جدا انك تلعب كل 3 ايام مباراة.